يعتبر شهر رمضان الكريم فرصة لتغيير أنماط الحياة الغذائية للأفضل والمحاولة الابتعاد عن الأطعمة الدهنية والتي تؤثر على جسم الإنسان. نعم، كاميرا مركز الأخبار زارت أحد الاستشاريين لتعرفنا على أهم العادات الصحية الصحيحة وتجنب العادات الخاطئة في هذا الشهر الفضيل. الأنماط الغذائية والعادات الصحية السليمة في شهر رمضان المبارك تساعد الجسم على التمتع بالنشاط لأطول فترة ممكنة، لذلك من الضروري معرفة النصائح الهامة لهذه العادات الصحية. من السنة النبوية الإفطار على 3 تمرات، وهي واحدة من أكثر الطرق الصحية الموصي فيها، لأن التمر غني بالألياف والسكريات والطاقة المطلوبة للجسم. احتواء وجبة الإفطار على لحوم ودجاج للحصول على البروتين الصحي مع الكثير من الخضروات. الخضروات تزيد الجسم بالفيتامينات، بالماء، بالعناصر الغذائية المطلوبة. المشي يومياً وايد زين ومن أفضل العادات الصحية اللي نكتسبها ونكمل عليها طول السنة. أفضل وقت للمشي يكون قبل الإفطار بساعة أو بعد الإفطار بساعتين، وذلك على حسب الحالة الصحية لكل شخص. تناول وجبة سحور غنية بكل العناصر الغذائية تساعد الصايم وتعينه على إكماله يومه الصيامي بشكل نشاط، وشرب كمية كافية من الماء خلال فترة الفطر لتعويض الكميات المفقودة من الماء خلال فترة الصيام، وخاصة مع درجة الحرارة العالية وفترة الصيام الطويلة. هذا وتؤكد الدكتورة مرام على ضرورة الابتعاد عن الأطعمة المصنعة وعدم الإفراط في وجبة الإفطار لضمان عدم الشعور بالخمول والكسل.